أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يقول هل في قوله فيؤخذ ولم يقل فيؤخذون فائدة؟ الله أعلم يا أخي. يؤخذ يعني تأخذهم الملائكة، تأخذهم الملائكة يجمعون بين نواصيهم وأقدامهم إهانة لهم تعذيبا لهم. أما هناك فرق بين يؤخذ ويأخذون، هذا نتركه عنها الأسئلة. نعم.